مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في جولة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يوجه بسرعة استكمال ترميم ديوان المحافظة القديم والمعرض الدائم للصور بالمكلا. اختتام فعالية الدورة التدريبية الأولى لتطوير الذات بالمعهد التقني التجاري بالمكلا. مكافحة مخدرات حضرموت تضبط مروجا للمخدرات وبحوزته قرابة 4 كيلو حشيش. من العناوين للتفاصيل، أهلا بكم. نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالبين البحسني الإعلامي القدير أنور عبد الله باسلوم رئيس تحرير شبكة مواقع حضرموت الإلكترونية الذي وفاه الأجل اليوم. وأعرب المحافظ عن عظيم الحزن لوفاة الإعلامي باسلوم الذي يعد أحد الكوادر الإعلامية المؤهلة التي أسهمت في رفض جوانب القصور من خلال كتاباته الهادفة ولعب دورا في تأسيس شبكة إلكترونية مشتركة لمؤسسات وإدارات الدولة، ظل رئيسا لتحريرها حتى وفاه الأجل، ولعب دورا في تحريك الجانب الإعلامي والتعريف بجامعة الأحقاف الأهلية، كما تتقدم قناة المكلا المحلية بأحر التعازي وعظيم المواساة لذوي الفقيد الزميل باسلوم وللأسرة الصحفية والإعلامية بحضرموت، سائلين من الله عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وإلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون. اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالبين البحسني اليوم على سير العمل في إعادة ترميم مباني ديوان المحافظة القديم بالمكلا وترميم مسرح الديوان وتجهيزه. وتجول المحافظ بغرف ومكاتب الديوان موجها باستكمال ترميم مباني ومكاتب الديوان المتبقية وتجهيزها خلال هذا العام بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة. وفي ذات السياق، تفقد المحافظ سير العمل في إنشاء المعرض الدائم للصور بمؤسسة باكثير بالمكلا بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة. واطلع المحافظ خلال تجوله بالمعرض على اللمسات الأخيرة لإنجاز المعرض، مؤكدا أن إنشاء المعرض يأتي حرصا من قيادة السلطة المحلية على إيجاد معرض دائم لعرض إبداعات الشباب والموهوبين في مجالات التصوير والمقتنيات والصناعات والابتكارات الإبداعية، موجها بإنجاز وتجهيز المعرض خلال أسبوع تحضيري لافتتاحه رسميا ضمن الاحتفالات بالذكرى الثالثة لتحرير ساحل حضرموت. خصص محافظ حضرموت اليوم الثلاثاء للاطلاع على أحوال المعاهد المهنية والتقنية بمدينة المكلا في سياق اهتمامه بالقطاع التعليم الفني وتخصيص هذا العام للتنمية والتعليم الفني، حيث قام المحافظ بزيارة للموقع المخصص لمعهد تأديب الفتاة بالمتضررين بفوة، ووجه بإزالة الاستحداثات في الأرض المخصصة للمعهد والحفاظ على الأرض، كما اطلع على سير الدراسة بالمعهد التقني التجاري بالمساكن وطاف بالقاعات التي جرى إعادة تأهيلها بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة. كما قام المحافظ بزيارة للمعهد التقني الصناعي بشارع البلدة بالمكلا، والتقى إدارة المعهد وطاف بقاعات الدراسة وورش التدريب بالمعهد الذي يضم 8 تخصصات يدرس بها نحو 370 من جميع المحافظات. كما تفقد أيضا في سياق جولته إلى المعهد المهني بخلفه وطاف بمكاتب وورش وقاعات الدراسة، موجها بإحالة الدراسة الخاصة بإعادة ترميم الفصول الدراسية وورش ومعامل المعهد إلى لجنة المناقصات. كما اطلع على سير الدراسة بالمعهد الصناعي بجول مسحة متجولا بأجنحة المعهد وقاعاته في تخصصات الكهرباء والحاسوب والنجارة والخياطة والتطريز. وفي ختام زيارته لمعاهد التعليم المهني والتقني، وجه المحافظ باعتماد دعم ميزانيتها التشغيلية وتوفير الاحتياجات الضرورية للمعامل والورش. كما حضر محافظ حضرموت بالمعهد التقني التجاري بفوة جانبا من فعاليات الدورة التدريبية الأولى لتطوير الذات لطلاب المعهد الخريجين التي تقام خلال الفترة من 21 وحتى 27 من مارس الجاري. وألقى المحافظ كلمة في الدورة أكد فيها أن السلطة المحلية تولي قطاع التعليم الفني اهتماما خاصا وستعمل على النهوض بالبنية التحتية لهذا القطاع الحيوي، داعيا قيادة مكتب التعليم الفني والعمداء والهيئات التعليمية في المعاهد المهنية والتقنية إلى تطوير المناهج وتحسين مخرجات التعليم الفني. كما دعا المحافظ الطلاب إلى إثبات قدراته ومعارفه في ميدان وسوق العمل.
عقد مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت اليوم بمدينة المقلة اجتماعاً موسعاً ضم رؤساء الشعب ومديري الدوائر والإدارات التربوية والتعليمية والمدرسية بالمديريات لمناقشة وإقرار برنامج احتفال القطاع التربوي والتعليمي بالاحتفال بالذكرى الثالثة لتحرير مدينة المقلة. وفي مستهل الاجتماع أكد وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون استعرض جملة من الفعاليات والأنشطة التي تحتضنها جميع مدارس ومجمعات ورياض أطفال المحافظة، إضافة إلى فواصل إذاعية تبث عبر إذاعة المستقبل وغيرها من الفعاليات. وفي ختام الاجتماع وجه الوكيل عبدون الإدارات التربوية والتعليمية والمدرسية بتسخير الكلمات الصباحية في فقرات الطابور للتعريف بشهداء حضرموت، مشيرا على ضرورة المتابعة الدقيقة لما تضمنه فقرات البرنامج الخاص بالاحتفاء. وبعد مناقشة مستفيضة تم إقرار برنامج الفعاليات والأنشطة والتوقيت الزمني لسيرها وفقاً للخطة العامة لمهرجان الوفاء. نظمت السلطة المحلية بمديرية تريم ومكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمديرية تريم اللقاء التشاوري لمنظمات المجتمع المدني بمديرية تريم تحت شعار معاً نرتقي بمديريتنا. وفي اللقاء التشاوري أكد الوكيل المساعد لمحافظة حضرموت لشؤون الشباب فهمي بضاوي على دور منظمات المجتمع المدني المساند لعمل السلطة المحلية لتنمية وخدمة المجتمع. وخلال اللقاء قدمت عدد من المقترحات التطويرية من ممثلي منظمات المجتمع المدني بمديرية تريم التي تساهم في تعزيز العمل المشترك وتنسيق الجهود بين المنظمات وإنشاء لجنة تضم في عضويتها عدد من منظمات المجتمع المدني لتنسيق العمل المشترك بين منظمات المجتمع المدني بالمديرية. التقى أعضاء اللجنة النقابية بشركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت بنائب مركز أمن بويشروكب الملازم أكرم صالح زعيزع لمناقشة موضوع أراضي عمال الشركة التي تتعرض باستمرار إلى عملية السط والنهب. بدوره أصدر نائب مركز بويش أمرا بسرعة النزول إلى موقع القاقين والقبض على من تسول لهم أنفسهم بتطاول على أراضي موظفي شركة النفط ومعاقبتهم، مؤكدا أن القبض عليهم يأتي بعد إنذارهم من قبل المركز وهيئة أراضي وعقارات الدولة وعدم التزامهم بذلك. وتقدمت نقابة شركة النفط بالشكر لقيادة مركز أمن بويش روكب لما تقدمه من خدمة للعمال والموظفين وجميع المواطنين. ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت على مروج لمادة الحشيش المخدر بأحد شوارع مدينة المقلة، حيث عثرت أجهزة المكافحة على قرابة ربع كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر كانت بحوزة المشتبه به مخبأة في أماكن متفرقة بالسيارة التي كان يقودها، وأودع المتهم بالحجز لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. استعرض الأمانة العامة لمؤتمر حضرموت الجامع في اجتماعها بالمكلا برئاسة الأمين العام طارق سالم العكبري تقييما أوليا لأنشطة الأمانة بدوائرها المختلفة خلال الفترة المنصرمة التي من بينها ورش العمل حول التطلعات وتحديات الثورة السمكية في حضرموت، وكذا البرنامج التدريبي الذي احتضنته مدينة الشحر ونظمته لجنة ذوي الإعاقة بالدوائر الاجتماعية، بالإضافة إلى مشاركة رئيس الدائرة الاقتصادية في المؤتمر العربي الإقليمي الثاني حول كفاءة النفط والغاز والصناعات في الدول العربية وغيرها من الأنشطة الأخرى. ووضعت الأمانة العامة في خطتها للفترة القادمة عددا من المقترحات التطويرية لعملها وتوسيع دوائرها. واستمع المجتمعون من الأمين العام للمؤتمر إلى ملخص حول زيارته لمدينة سيئون وعقده عدد من اللقاءات مع قادة ونخب المجتمع في الوادي والصحراء، بالإضافة إلى خطط النزولات القادمة. وأكدت الأمانة العامة على أهمية خلق آليات تواصل دائم مع مختلف فعاليات المجتمع الحضرمي وتعزيز التوعية لمخرجات مؤتمر حضرموت الجامع. انطلقت في مدينة سيئون الدورات الحرفية والمهنية في مجال أساسيات النجارة والتدبير المنزلي ل18 طالبا وطالبة من ذوي متلازمة داون تحت إشراف جمعية رعاية وتأهيل الصم والبكم بوادي وصحراء حضرموت. ويتلقى الطلاب على معارف ومفاهيم ومهارات في مجال التعريف بمعدات النجارة وطرق استخدامها والتنعيم بالصنفرة والقطع واللصق والتثقيب وغيرها من الأساسيات النظرية والعملية، وكذا أساسيات صناعة الوجبات
الخفيفة في التدبير المنزلي. وقال مشرف الدورات محمد باسعيد أن الهدف من الدورات هو استغلال طاقات هذه الشريحة وإكسابهم معارف ومفاهيم مهنية وحرفية بعد خضوعهم للتأهيل والتعليم بمدارسهم، وتغيير السلوك من سلوك لا إرادي إلى سلوك إرادي، وكذلك لخدمة أسرهم ومجتمعهم. بهذا الخبر نكون وصلنا وإياكم لختام نشرتنا لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. محافظ حضرموت يوجه بسرعة استكمال ترميم ديوان المحافظة القديم والمعرض الدائم للصور بالمكلا. اختتام فعاليات الدورة التدريبية الأولى لتطوير الذات بالمعهد التقني التجاري بالمكلا. مكافحة مخدرات حضرموت تضبط مروجا للمخدرات وبحوزته قرابة 4 كيلو حشيش. ختام النشرة، حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.